السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا الكرام، متابعي قناة فن تربية الطيور، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة ودرس جديد. محور حلقتنا لليوم بيتكلم عن البديل الأفضل للبذور عند الطيور، وهل الخبز له أضرار سلبية على الطائر؟ هل الخضروات نستطيع تقديمها بشكل يومي؟ هل المكملات الغذائية المصنعة مفيدة للطائر؟ وما هي الجانب السلبي من هذا المكمل؟ فبتمنى منك أخي الكريم تكمل معي لنهاية الفيديو، تسمع كل كلمة بدي أقول لك إياها، وتسمع هالكم الهائل من المعلومات بدي أعطيك إياها، ما رح تسمعه بغير قناة. طبعا معظم القنوات على اليوتيوب تقريبا توقفت عن النشر بشكل كامل، أو صار النشر يوم A وثلاثة لا أو أربعة لا أو خمسة لا، وفي قنوات من شهرين ما نزلت محتوى. السبب لهذا الأمر أخوة الكرام، وبعتذر إذا رح طول لك شوية نقاط لازم تفهمها أخي العزيز، أن اليوتيوب عم يظلم صناع المحتوى حاليا، عم يظلم صناع المحتوى حاليا من خلال اقتراحات الفيديوهات، من خلال اللهم صل على سيدنا محمد الإشعارات، ومن خلال أيضا المشاركات. طبعا أخوتي الكرام، وأنتم كمتابعين لقناة فن تربية الطيور، أنتم لستوا بمتابعين عاديين، بل أنتم أخوي لأبو النصر ولهذه القناة، وبفضل هذه القناة وصلت لهذا الأمر أني وصل لك معلومات بشكل يومي. بفضل هذه القناة أخوتي الكرام عم بحاول أني ساعد كثير من الناس لتعالج الطيورة. بفضل هذه القناة أخوتي الكرام وصلت كثير من الناس إلى درجة الاحتراف. فبتمنى أخوتي الكرام أنه ما تقصروا معي وتكونوا لي سند، وأنا بفتخر فيكم أنه عندي بالحقيقة أخوي ولستوا متابعين عاديين لقناة فن تربية الطيور. لهذا الأمر أخوتي الكرام بتمنى من كل أخ وأخت عم يشوفني فعلي زر الجرس، واللي عم يشوفني من قديم سكر زر الجرس ورجع فعله من أول وجديد، وشير لي هالفيديو وشارك الفيديوهات. وبدي أطلب منك طلب صغير أخي العزيز، كثير من الأشخاص كانوا متابعين لقناة فن تربية الطيور حاليا ما عم بشوف أسمائهم، والسبب لهذا الأمر بعد ما تواصلت معهم أنه صار عندهم درجة من المعرفة استغنوا عن قناة فن تربية الطيور، وأنا بكون مبسوط لهالموضوع هذا. كانوا يستخدموا طريقة بسيطة، أنه كل يوم ربع ساعة يخصصوا أربع حلقات يحضرون ويقيدون ويحفظون، وبهالطريقة هاي صار عنده الفكرة الكافية عن موضوع تربية الطير. وإذا أنت مبتدئ في تربية طيور الكناري أو الحسون، بتمنى منك أخي الكريم كل يوم ربع ساعة شاهد القناة، شاهد المحتوى، شاهد الفيديوهات، شاهد التعليمات اللي أعطيتها، قيدها، احفظها، وبالنتيجة بالمستقبل شهر شهرين ثلاثة أربعة راح تستغني عن القناة وراح تستغني عن أبو النصر. وهذا الشيء بيسعدني إني وصلتك لدرجة من العلم والمعرفة بتخليك كفيل انك ما توقع بمشاكل من ضمنها الغش التجاري، من ضمنها حد يضحك عليك بطير، من ضمنها اذا مرض عندك طير انه يستغلوك بعمليه علاج هذا الطير. على بركه الله رح بلش معاكم، وبرجع بكررها اللايك والشير والاشتراك، وخليك معي لنهايه الفيديو. طبعا اخي العزيز اختي العزيزه المتابعين لقناه فن تربيه الطيور، بالنسبه للبديل الافضل لبذور الطيور او البذور المستخدمه للطيور عندنا عده امور. اولا نستطيع استخدام البذور المستنبته. طيب ابو النصر، البذور المستنبته بتساهم معي باني استغني عن البذور بشكل مطلق، او المواد اللي عم تحكي عنها بتساهم معي اني استغني عن هذه البذور بشكل مطلق؟ الجواب لا. البذور غذاء رئيسي واساسي للطيور، غذاء رئيسي واساسي للطيور. طيب شلون احنا عم تحكي لي انه بديل؟ هو ليس ببديل، وانما مكمل ومقلل للاستهلاك. طيب شو هو البديل يا ابو النصر؟ البديل بهذا الأمر. طبعا أخوتي الأعزاء، أقوم بوضع بذور الحلبة، بذور القمح، بذور القنبز، بذور النيجر، بذور أي نوع من أنواع البذور متوفرة لديك، أقوم على عملية نقعها في الماء 24 ساعة بهذه المصفاة، نقعها في الماء لمدة 24 ساعة. بعد ما أقوم بنقعها بالماء لمدة 24 ساعة، أقوم بسحبها من الماء وتصفيتها، وأقوم بوضع وعاء تحت منها، أسفل منها بوضع وعاء، وهذا الوعاء أخوتي الكرام أقوم على وضع قطعة قماش فوق البذور، وأقوم ببخه بالماء مرة في الصباح ومرة في الظهيرة ومرة في المساء. بهذه الطريقة راح يصير في عندي شيء اسمه البذور المستنبتة، البذور المستنبتة. طيب لما بتطلع البراعم يا أبو النصر وبلشت التقديم، شو هي أفضل طريقة للتقديم؟ أفضل طريقة للتقديم أخي العزيز، بعد ما تقوم بعملية خروج البذور راح يكون في عندي مشكلة هي الرطوبة وتكون الفطريات. أقوم بعملية غسل هذه البذور بشكل جيد، تجفيفها بأشعة الشمس حتى أتخلص من الرطوبة والفطريات، وأقوم بتقديمها للطيور. نستطيع تقديمها على شكلين، إما أقوم بعملية طحنها حتى تصبح كبودرة،
وأقوم بوضعها للطيور وتتغذى عليها عن طريق وضعها بمعالف صغيرة مثل هذا المعلف. معالف صغيرة مثل هذا المعلف رح يكون عندي تقليل بنسبة استهلاكه للبذور، لأن البذور المستنبتة تحتوي على نسبة عالية من البروتينات والفيتامينات والأحماض والمعادن، يعني رح يرتفع ضعف البذور إلى 30%. فهمت علي كيف؟ 30 ضعف رح ترتفع القيمة الغذائية الموجودة داخل هذه البذور. طريقة تقديمها مثل ما ذكرنا، تقدم كل يوم، كل يوم فيك تقدمها، يعني كل يوم بوضع معلقة صغيرة من هذه البذور بعد ما أقوم عملية طحنها واستنباتها وتخليصها من المواد اللي فيها، بقوم بوضع معلقة صغيرة وتقديمها للطائر. بهالطريقة هاي أنا بحافظ على سلامة الطائر، وبالإضافة إلى ذلك بحافظ على نظافة القفص من تلوث البذور، وأيضا تقليل من استهلاك هذه البذور. الأمر الثاني هو الخضروات. الخضروات حكينا من سابقا وقلنا الخضروات أخوات الكرام لا تسبب الإسهال، وطلعوا لي كثير ناس محنكين في هذه العملية أن الخضروات تقديمها بشكل مستمر للطيور يسبب الإسهال. الجواب لهذا الأمر أخوات الكرام أن الخضروات لا تسبب الإسهال إذا قدمناها بشكل صحيح. مثل ما أنكم شايفين أنا حاطط قطعة صغيرة من الهندباء، قطعة صغيرة من الهندباء، إذا أكل منها الطير رح يأكل منها شوي ويتركها. طيب يا ابو النصر شو الطريقه الصحيحه؟ بالنسبه للطريقه الصحيحه راح اعتبر انا عندي ورقه هندباء كامله مثل هاي، بقوم بقص راس الورقه بهذا الشكل وتقديمها للطير، بهذا الشكل وتقديمها للطير. بهالطريقه اخوتي الكرام اذا اكل منها الطير واكل كله ما في اي تاثير عليه، لا بالجانب الصحي ولا بالجانب الهضمي ولا باي جانب من الجوانب، ولا مؤدي للاسهال على الاطلاق. ولكن ننصح نحن في حال وجود طائر عندي مصاب بالإسهال لا نقدم له الخضروات. الأمر الثاني الخبز. طبعا كثير من الناس حكت أنه تقديم الخبز، فوائد الخبز، طريقة تقديم الخبز، ولكن أخوة الكرام يجب أن تعلم أن الخبز ممكن يسبب للطائر أمراض. شو هي الأمراض؟ تعفن وتعجن داخل الأمعاء مؤدي لإصابة الطائر بالإمساك. طيب شلون قدمونا يا ابو النصر؟ طريقة تقديمه الصحيحة هي تجفيف الخبز بشكل كامل في أشعة الشمس، أو تجفيف الكعك بشكل كامل بأشعة الشمس، بشره ووضعه مع باتيه جاف ليس رطب. إما أو إذا بدي استخدمه كرطب، بشره مع جزر أو شوندر أحمر، بشرته مع المكون كامل كباتيه ووضعته للطائر بكمية قليلة بحيث يأكل الطير وما يضل عنده يبات، لأن عملية وجود الخبز مع اي ماده ثانيه رطبه راح يصير في عندي تعفن، راح يصير في عندي تخمر، وهذا الامر راح يسبب لي مشاكل معويه للطائر. يبقى عند الطائر 4 ساعات كافي. هل هو مفيد؟ نعم مفيد، وله فوائد صحيه لا تعد ولا تحصى. وبنتقل معاكم لاخر شيء هو المكملات الغذائيه، ان كان طبيعي وان كان كيميائي. هذا الموضوع اخوه الكرام بحثه طويل كثير والفيديو تاخر فيه شوي، فبتمنى منكم اخوه الكرام تفعلوا زر الجرس وتابعوني الحلقة الجاي عن المكملات الغذائية والمكملات الغذائية الطبيعية، المقارنة بيناتها وطريقة تقديمها. ولهذا القدر بكتفي معاكم بهذا الفيديو، بتمنى يكون نال إعجابكم، بتمنى الكل يشارك هذا الفيديو. سلام.